ننتقل مع حضرتك والساده المشاهدين لمقالات الرأي. هنتابع من مقالات الرأي مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد ومدير تحرير جريدة الأخبار، وجاء المقال بعنوان صقل رع الذي تتابعه ألمانيا. وقالت: غدا في برلين يتابع الألمان قصة الفرعون المصري صقل رع، وهي قصة مثيرة جدا للأسف لا يعرفها معظمنا ولا يعرفها أبنائنا. هو واحد من أبطال مصر استشهد دفاعا عن أرضها في مواجهة الهكسوس، هذا العدو القادم من الشرق والذي هدم وأخرب كل ما وجدوا في طريقه. صقل رع هو جد البطل أحمس الذي طرد الهكسوس وأعاد لمصر كرامتها واخترع العجلة الحربية. المثير أن تهتم ألمانيا بهذا الفرعون الشهيد ولا نعرفه نحن هنا في مصر، وكانت المومياء التي وجدوها في خبيئة الدير البحري بلا ذراعين لأن الأعداء عذبوه وعقدوا ذراعيه خلف ظهره. وتابعت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح قائلة: العديد من النظريات تحاول العثور على إجابات حول ملابسات مقتل الشهيد، أحدثها وربما أصدقها وآخرها نظرية لباحثين مصريين أعدها كل من سحر سليم أستاذة الأشعة في جامعة القاهرة وعالمنا الكبير الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، بالاعتماد على مسح مقطعي لمومياء صقل رع، إذ أكدت العديد من المصادر المستندة لأشعة مقطعية وجود التواءات وجروح في ذراعي الملك الشجاع تفيد بأنه تم تقييد يديه خلف ظهره مما منعه من صد الهجوم الشرس عن وجهه، ومن ثم تلقى عدة إصابات في جمجمته ليسقط شهيدا في الدفاع عن وطنه. المحاضرة اللي بتنظمها السفارة المصرية في برلين وبيتابعها الألمان بتكشف الحكاية المثيرة للمومياء، وأتمنى أن نجد مثل هذه المحاضرات في مصر ويدعى لها الشباب والشيوخ وتتبناها القنوات الفضائية. إنه تاريخ مصر الذي يعمق الانتماء ويشعرنا بالفخر ويلقي الضوء على جوانب كثيرة وشخصيات عظيمة لا يعرفها الكثيرون. الحقيقة المقال هام جدا. السفارات المصرية في الخارج هي سفير لمصر قوي ومهم جدا. مثل هذه المحاضرات سيادة المستشار حضرتك بتشوف مدى أهميتها، خاصة وإن الأستاذ إلهام أبو الفتح كانت بتدعو في نهاية المقال لتنظيم محاضرات زي اللي هيتم تنظيمها في ألمانيا لتعريف الشباب المصري والمجتمع بشكل عام بحضارتنا المصرية العريقة الذي لم نعلم عنها الكثير حتى الآن. بالتأكيد زي ما قالت الأستاذة إلهام، هي مثل هذه المحاضرات وخاصة في الخارج بتدي نوع من أنواع يمكن الخارج والأجانب تحديدا يمكن هم سعين لقراءة التاريخ المصري ودراسة التاريخ المصري يمكن أكتر مننا احنا، يعني يا شيخ ان انا اقول الكلام ده طبعا للأسف للأسف هم سعين والكلام ده بنشوفه وعندهم شغف كبير جدا جدا لدراسة الحضارة المصرية ودراسة التاريخ المصري، وده برضو عاوزين نقوله ان احنا عاوزين نربطه برضو بين الحاضر. احنا الحمد لله شايفين برضو الحاضر والتحرك المصري وقوة الجيش المصري، ودينا شايفين احد الملوك المصريين او احد القادة المصريين وقد ايه بسالته وقد ايه اللي احتار فيها الاخرين. فمثل هذه المحاضرات بتبقى مهمة ان احنا بنوصل الصورة الحقيقية للتاريخ المصري وللحاضر المصري للأجانب، على اعتبار ان هم يبقوا خير داعين لينا، لان دي اكبر دعاية لينا يمكن تغنينا عن ان احنا نعمل ترويج لمشروعاتنا السياحية او ترويج لأماكننا السياحية. بالعكس الترويج الثقافي يمكن اكبر ترويج، لان دي زي ما قلنا دائما ابدا القوة الناعمة المصرية، لابد ان احنا نشتغل على هذا المحاضرات وتعريف الاخرين بمنهم مصر بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم المنتظر، وشايفين على قد ايه الدور المصري في المنطقه وقد ايه الدور المصري في التنميه وتقدم الدور المصري في خلال الفتره اللي فاتت. احنا بقى برضو زي برضو انا مؤيد لكلام الاستاذه الهام ان لابد ان احنا برضو نحرص على ان مثل هذه المحاضرات تقام في الداخل المصري، لان مثل هذه المحاضرات اللي بتعرف المصريين والشباب المصري تحديدا بماضيهم بتقوي عندهم الانتماء وتقوي عندهم بتخليهم برضو مهتمين بتاريخهم، ولان الاهتمام بالتاريخ ما لم يكن ليها تاريخ مش هيبقى ليها حاضر ولا هيبقى ليها مستقبل. اصلا احنا نمتلك حضاره مصريه عظيمه، مفيش حد انا الاحق ان احنا نعرفها. انا ازعم ان مفيش حد على مستوى العالم كله يمتلك مثل حضارتنا ولا يمتلك مثل تاريخنا.
ولكن احنا محتاجين ان احنا نهتم بيه، محتاجين نعرف اجيالنا الجديده تحديدا بدل انبهارهم بالخارج وبدل انبهارهم بالشخصيات الوهميه اللي موجوده في الخارج، لا انا اعرفهم بتاريخنا وبشخصياتنا اللي هي محل انبهار وشغف بالدراسه من الاجانب. لا لابد ان احنا ندرس هذا التاريخ ونتعرف على هذا التاريخ ونحطه جنب حاضرنا عشان ان شاء الله تعالى نبص لمستقبلنا اللي ان شاء الله تعالى هيكون مستقبل مشرق ان شاء الله تعالى. اكيد، واحنا بنضم صوتنا لصوت ودعوه استاذه الهام بالفتح يعني في مقالها بان هذه المحاضرات لما يتم تنظيمها في الداخل المصري اكيد هيكون مفيد جدا ان احنا نعرف جيل كامل بتاريخ بلدنا وحضارتنا المصريه العظيمه. خلينا ننتقل بعد اذن حضرتك استاذ المستشار للخبر الاخر، والخبر ده مهم جدا لانه بيدل على حاجات كتير، ان يد الانتاج والعمل شغاله في كل اتجاهات الدوله. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح مصنع لانتاج الاحذيه والحقائب الرياضيه بالمنطقه الحره بمدينه نصر. اكد ان الدوله بتعمل على تقديم كافه اوجه الدعم والمسانده للقطاع الخاص لا سيما خلال المرحله الحاليه اللي بتتطلب المزيد من تضافر الجهود للاسهام في تعزيز ركائز النهضه التنمويه اللي بتشهدها البلاد خلال هذه الفتره. استاذ المستشار لينا اكتر من وقفه هنا في الخبر ده، لان اولا هو تشجيع للاستثمار في مصر، ثانيا هو تشجيع للصناعه المصريه وده شيء مهم جدا، وعوده لرياده الصناعه المصريه مره تانية في كل المجالات. حضرتك بتشوف مدى اهتمام الدوله المصريه بتهيئه مناخ الاستثمار للداخل والخارج في نفس الوقت، وايضا اهتمامها بدعم القطاع الخاص والصناعه المصريه؟ تأكيد اللي بيدور على الأرض المصرية الآن، وإحنا يكاد يقول مش هنقول بقى إن إحنا لا، إحنا فعلا في الجمهورية الجديدة، وحجم الإنجاز اللي بيتم في الطرق والمرافق والخدمات والتطوير والقضاء على العشوائيات وتشجيع الاستثمار. يمكن حتى أنا أتذكر، مش عارف إذا كانت يعني الذاكرة تجيب، إن هذا اللقاء كان بعد لقاء مع وزير الصناعة السعودي ومجموعة من المستثمرين. ده كله ده بيأتي في إطار، ويمكن إحنا حتى لو بصينا هنلاقي طول الوقت السيد الرئيس بيحز إن لن تنهض الدولة المصرية إلا بالعمل، ولن تنهض الدولة المصرية إلا بأيادي المصريين. وبرضه عاوزين نشير لحاجه، ما يعني ما فيش مستثمر هيجي لحضرتك من بره ما لم يكن انت هنا شغاله وان المستثمرين بتوعك شغالين. الحمد لله تعالى انا ازعم ان الدوله المصريه الان اصبحت بتقدم كل التسهيلات لتشجيع الاستثمار، لان الدوله المصريه الان اصبحت مؤمنه بان بالاستثمار والعمل والعمل الجاد والصناعه هي قاطره التنميه في المجتمع، ولن تنهض اي دوله في العالم الا بالصناعه وان تكون عندها اكتفاء ب منتجاتها وصناعاتها المحلية. واحنا طول عمرنا في تاريخنا التنموي ان الصناعة المصرية مشهود عنها بان احنا متميزين، وانا شايف ان خلال الفترة الماضية فيه اهتمام غير عادي. يمكن كل المشروعات اللي السيد الرئيس بيصمم عليها وبيحرص على افتتاحاتها، يمكن كل ده عشان تشجيع الاستثمار. الطرق، حجم الطرق اللي بتعمل في البلد، حجم ده واحد من اهم اسباب زياده الاستثمار بالتاكيد طبعا بشكل رئيسي، يعني الاهتمام بالخدمات والمرافق، كل ده طبعا النقله النوعيه اللي هتحدث بعد نقلنا للعاصمه الاداريه، كل ده في سبيل في الاخر ان احنا نعمل على تطوير كامل للاستثمار وتطوير الصناعه والدفعه الكبيره للصناعه، على اساس ان بالصناعه وبالعمل ان شاء الله تعالى تنهض الدوله المصريه. اكيد اكيد.